دعونا نتابع هذه المشاهد التي تأتينا من الضفة الغربية من رام الله تحديدا، وهذه المظاهرات التي خرجت تنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة. بالمناسبة يعني الضفة الغربية ليست بعيدة عن العدوان الإسرائيلي، أكثر من 110 شهداء سقطوا منذ أن بدأت إسرائيل عدوانها على قطاع غزة، سقطوا في الضفة الغربية وحدها. هؤلاء خرجوا لدعم إخوانهم في قطاع غزة، خرجوا في مدينة رام الله كما نشاهد في الصورة. طيب، أعود إلى الأستاذ عادل. ونحن نتحدث يا أستاذ عادل، يعني الرئيس أو الإدارة الأمريكية تقول سندعم ونواصل دعمنا إلى للاحتلال الإسرائيلي أو لجهة إسرائيل كما تسميها، رغم كل ما يجري. يعني ونحن كنا نتحدث عن النفاق الغربي، يعني هل يمكن أن تكون هذه التصريحات الآن بالذات يا أستاذ عادل يعني برهانا دامغا على هذا النفاق؟ لا، هي بل أكثر من ذلك، هي في الحقيقة وفي الواقع هي تحريض عن الإرهاب. ما تمارسه اليوم إسرائيل يدخل في نطاق الإرهاب، ومخالف للقانون الإنساني الدولي، ومخالف لكل القوانين الدولية التي تتحدث عن أو تؤطر عملية الحرب. هو يعني ما تقوم به إسرائيل اليوم هو استهداف يومي للأطفال. أكثر من نصف الضحايا، أو لنقول نصف الضحايا الذين قتلوا والذين تجاوز عددهم 5000 شهيد وشهيدة، نصفهم أو أكثر أطفال. استهداف المستشفيات، استهداف المباني، الاستهداف المباشر للطفولة، الاستهداف المباشر لمراكز للملاجئ. نعم. كل هذه تدخل في نطاق جرائم الحرب،